هاي انت مو تقول ماكو خطه؟ هاي الخطه 15 سنوات غصبا ما علي بالخطه الصودقه امام الحكومه وامام البرلمان. ماكو واحد غصبا عليك، تدري ليش ماكو واحد غصبا عليك؟ لان الفهداوي محمد بس خليني بس اسمعني. لا والله اقوم اطلع والله الفهداوي مثلا والله اقوم اطلع شو تطلع بس خليني اكمل لك خليني اكمل انا ما احكي اسمع 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 انت مو تقول ماكو تخطيط. هسه سوت الوزاره؟ خططت ولزمت نفسها يمن يمن يم القمر. اقول ماكو كهرباء. لا بس هسه اليوم انا من خططت اقول ماكو كهرباء اصلا. كل شيء الله يخليك الله يخليك اسمعني يا اخي. انت خططت استاذ احمد والله العظيم اقول دوش انت دق انت شنو انا اريد اقول طلعني قدام الناس ما عندي كلام. ليش انا ايش جاي اقول؟ انا ما بدي على الناس وما تصير السالفه 27 الواصل يعني نقص 20 مو 48 اري يعني عندي نقص 20 21 الف هذه شلون راح تعالجي؟ شلون راح تسد النقص اللي عندك؟ لازم اسوي محطات. زين محطات حطيت بالخطه قالوا لي الحكومه قالوا وزارات الكهرباء دائما ما عندكم خطه. قلنا واحده اثنين ثلاثه اربعه خمس محطات حراريه 15000 غصبا ما علي الزم نفسي قدامكم. صادقوا لي صادقوا لي وهذا التزام امام الحكومه وامام البرلمان وامام الاعلام. بثلاث سنوات لازم الوزاره تسوي محطات حراريه. اول مره مصادقين الوزاره بس ما لا انا جاي انقل لك اللي غير بالوزاره غير خطه الوزاره جاي يسولف بثلاث سنوات تحط محطات حراريه. بعد مشاريع الدوره المركبه اللي الان بدا بها العمل بكل محطات 4000 ميجا واط لازم تضيف خلال سنتين.